السيدة والسادة النواب السيد الوزير، تشكركم صراحة على المجهودات التي تقوموا بها في قطاع الصحة. يعني صراحة حصيلة مهمة في هذه السنتين ديال الحكومة، وبفضلكم سيد الوزير تنشوفوا بأنه كاين حصيلة مهمة. هذه الإشكالية ديال السكن الوظيفي بالنسبة للصحة، وإشكالية كبيرة ونقطة سوداء بالنسبة لهذا القطاع ديال الصحة. تنشوفوا أطباء تقاعدوا ومازال شادين السكن الوظيفي، تنشوفوا أطباء اللي قدموا استقالتهم في القطاع عمومي ومازال شادين السكن الوظيفي، تنشوفوا أطباء اللي توفوا ومازال الأسر ديالهم شادين السكن الوظيفي، أطباء وممرضين. باش نحافظوا على الأطباء في القطاع العمومي على الأقل، على الأقل نوفروا لهم السكن الوظيفي. عندنا أمثلة وعلى سبيل المثال كاين مسؤولين في القطاع ديال الصحة وتحمل المسؤولية، مدير المستشفى الإقليمي ديال القنيطرة عنده سكن وظيفي في المحمدية وعنده سكن وظيفي في القنيطرة، وبغيناكم تفتحوا تحقيق في هذا الموضوع. واليوم المديرة ديال المستشفى ديال المحمدية ما بغاش تلتحق بالعمل إلا باش يتوفر لها هذا السكن الوظيفي. عندنا في جامعة سيدي علال التازي المركز الصحي الطبيب 10 سنوات وهو تقاعد، واليوم مازال شادنا السكن الوظيفي، والاكثر من هذا الشيء هذا كامل وبغيناكم تفتحوا تحقيق. هو دايرها ضيعه اللي فيها الابقار والحيوانات ديالو وسط المركز الصحي. هاد الثروه ديال الاصلاح اللي تتقوم بها وزاره الصحه مهمه، ولكن ما بغيناش تبخسوا هاد العمل ديالكم وهاد العمل اللي تقوموا به في هذا الاجراء اللي تقوموا به بعض الاطباء. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.